السلام عليكم إخوان أخوات، مرحبا مجددا. في هذه الحلقة غادي نجاوب على سؤال دائما يطرحه المتابعين، ألا وهو أيهما أحسن مردودية، هل الحامض أو الليمون أربع فصول أم الأفوكادو؟ الجواب هو أن من ناحية المردودية أو الروندمو هي الأفوكاتي بدون شك ولا ريب. تشاهدون الآن عملية قلع أشجار الليمون أربع فصول، ليس لأنه لا يعطي الغلة أو ليس أنه ما عندوش المردودية، ولكن أن الشجرة بلغت من العمر 25 سنة، وبالتالي الإنتاج اللي ولات كتعطي ما بقاش كافي ولا ضعيف، بالتالي قلت المردودية. لهذا تم تفكير في استبدال هذه الأشجار، أشجار الأفوكادو. كان من الممكن أنها تستبدل أشجار الليمون كذلك، ما دام أن هذه الشجرة أصبحت عجوز ولا تنتج كفاية، لكن عند دراسة قمنا بها توصلنا إلى أن المردودية ستكون أحسن إذا قمنا بزراعة شجرة الأفوكادو بدلا من زراعة شجرة الليمون أربع فصول. معلوم كذلك أن شجرة أربع فصول من خلال الاسم ديالها أنها تنتج على طول السنة، بالتالي أحيانا يكون ثمن يعني ليس مرضيا، يعني تكون ثمن منخفض والمردودية تكون ناقصة أثناء فصل الشتاء على وجه الخصوص، ما بين شهر 12 أو شهر 10 ابتداء من شهر أكتوبر 10 إلى حدود مارس، يكون ثمن لا يتجاوز درهمان للكيلوغرام الواحد، أحيانا يصل إلى درهم ونصف إلى آخره. وبالتالي إذا قمنا بعملية حسابية سنتوصل إلى أن المردودية ناقصة، لكن ثمن الليمون أربع فصول يرتفع خلال فصل الصيف ابتداء من أبريل إلى حدود شهر 9، يكون الإقبال عليه كبيرا، يرتفع في الثمن يصل إلى 10 دراهم مغربية، أحيانا أكثر وأحيانا 7 إلى 8 دراهم. إذن خلاصة القول من ناحية المردودية أن الأفوكادو أكثر مردودية من الليمون أربع فصول. لهذا كما قلت أن هاد إخوان فلاحة قرروا أنهم استبدلوا هاد الأشجار بأشجار الأفوكادو. أما بالنسبة للناس اللي عندهم تربة غير صالحة للأفوكادو، يمكن الاستثمار في شجرة ليمون أربع فصول لأنها الأنسب والأكثر مردودية إذا قارناها مع بعض الأشجار المثمرة كالزيتون مثلا، أو أصناف البرتقال، أو أشجار مثمرة أخرى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأتمنى أن أكون قد أجبت على بعض الأسئلة للمشاهدين. أشكركم وإلى اللقاء.